كل واحد فينا لما بيحصل له موقف من المواقف في حد بسرعة كده بتجري له بتروح له، مش لازم تروح له بجسمك وبهيئتك وبشكلك، ولكن ممكن تروح له قوي بقلبك، تروح له بتفكيرك. الحد اللي انت بتروح له بتفكيرك ده هو أقرب حد ليك. العبد الرباني في كل المواقف اللي بيعيش فيها في حياته أول حد بيروح له هو ربنا سبحانه وتعالى، فهو يبتدئ بالله في كل تفاصيل حياته، لأنه لا يرى في الكون إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر. أبتر يعني مقطوع ومنقوص البركة. هنا في بعض الناس بيبدأوا حياتهم أو حاجات كتير قوي من حياتهم يقول بسم الله. مش معنى أنك بتقول بسم الله معناها أن أنت بتبتدئ كل حاجة في حياتك بالله، ومش معناها ان انت بقيت عبد رباني، لان العبد الرباني حتى لو ما يعرفش الحديث هو من جواه اصلا قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى، فاول حاجة بيروح لها، اول حد بيفكر فيه سواء في محنة او في منحة، اي موقف بيحصل هو على طول تلقائي ولا اراديا بيقول الله. قلبه هو اللي بيقول، لان قلبه ساجد في حضرة ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، لما نزلت سكنت الرياح وهاجت البحار وأصغت الحيوانات والمخلوقات بآذانها إلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ممكن تبقى تجربة وتدريب لينا، لأن احنا نحرك بيها لساننا دايما، ناخدها في كل حركاتنا وسكناتنا لحد ما تتحول إلى ترجمة حقيقية لإياك نعبد وإياك نستعين اللي عايش فيها العبد الرباني، اللي هو أول ما بيحصل له حاجة بيتجه مباشرة لله سبحانه وتعالى ويقول له يا رب، يقول الله، يناجي ربنا ويكلم ربنا، لأن العبد الرباني لا يبدأ بأحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. تعال نتكلم على مواقف العباد الربانيين. مواقف العباد الربانيين اللي بتظهر فيها بقى الترجمة الحقيقية لأن هم متعلقين بربنا سبحانه وتعالى. بس قبل ما ندخل على العباد الربانيين، أنا عايز أتكلم أنا وإنت بنعمل إيه. أنا وإنت لما بيحصل معاك موقف، لو عربيتك عطلت في الطريق وإنت ماشي، أول حد بتفكر فيه مين؟ تفكر أنك تتصل بفلان أو علان، تتصل بصديقك، تتصل بقريبك، تعالى شدني، تعالى ساعدني، تتصل بميكانيكي، دماغك بتروح فين؟ العبد الرباني أول حاجة بيروح لها هو ربنا سبحانه وتعالى، يقول له يا رب نجني مما أنا فيه، يا رب اعتمادي عليك. مش معنى كده انه يقف ساكت وما يتحركش بعد كده وما ياخدش بالاسباب، ابدا. العبد الرباني يتجه بقلبه الى الله وبعدين يبدا يفكر في الاسباب والاساليب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهيئها له. احنا كلنا واحنا بنتحرك الصبح بنفتح الباب وبنقول بسم الله، بنقولها بلساننا، بس هل فعلا احنا بنقول بسم الله وبندعي ربنا فعلا من قلبنا ان هو يسخر لك كل حاجه وان هو ييسر لك كل امورك؟ هو ايه ده يعني؟ يعني اشتغل في كل حياتي كل حاجة ربنا ربنا ربنا؟ هو ربنا ايه اللي دخله في الحتة دي؟ ربنا مع العبد الرباني في كل شيء، ربنا مع العبد الرباني في كل نفس هو بيتنفسه. سيدنا موسى عليه السلام مرض يوما من الايام، فاول حاجة اتجه لمين؟ اتجه لربنا سبحانه وتعالى. طب جرب انت كده، اول حد بتتجه له لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بشوية برد، مش اقولك بقى والعياذ بالله ابتلاك بمرض شديد، ربنا عافينا وعافي كل مريض، لو ربنا ابتلاك بشوية برد بتروح لمين؟ شوية صداع. العبد الرباني عنده أدب يروح لربنا سبحانه وتعالى على طول ويقول له يا رب أنت الشافي، اشفيني شفاء لا يغادر سقما. سيدنا موسى راح لربنا سبحانه وتعالى وقال له يا رب مرضت فاشفيني، فربنا دل سيدنا موسى على شجرة وقال له هذه الشجرة يا موسى في الصحراء في أرض كذا وفيها الشفاء بتاعك.
فذهب سيدنا موسى لهذه الأرض وأخذ من الدواء اللي في الشجرة، أو يعني من هذا العشب، أكل منه، فشفي موسى بإذن الله. بعد سنة أو سنة ونص مرض سيدنا موسى مرة تانية، فاتجه من تلقاء نفسه إلى الشجرة. هنا أخذ موسى من الشجرة وأكل منها، فمرض موسى وازداد مرضه، فرفع أكف الضراعة إلى الله وقال له: يا الله، مرضت فدعوتك فقلت لي اذهب إلى أرض كذا فإن فيها عشبا فيه دواءك، ولما مرضت مرة أخرى ذهبت إلى نفس العشب فأكلت منه فازداد مرضي. يا رب، ما الذي حدث؟ ربنا قال له: يا موسى، في الأولى ابتدأت بنا ثم ذهبت إلى العشب فشفيت يا موسى، وفي الثانية بدأت بالعشب فازداد مرضك. يا موسى، الدنيا سم قاتل وترياقها اسمي. الابتداء بالله صفة من صفات العباد الربانيين، لأنهم فنوا حبا في الله سبحانه وتعالى واعتمدوا على الله في كل شيء، فلا يتحركون إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بإياك نعبد وإياك نستعين. واحد اسمه شقيقي البلخي، وهو القانون واحد زي ما قلنا، قانون الأنبياء هو قانون العباد الربانيين لأنهم ماشيين على خطوات الأنبياء. شقيقي البلخي كان عنده مشكلة مع ولاده، إنه ولاده كانوا جعانين وهو محتاج إن هو يستلف فلوس من حد، وعمال يضغط ويقول هتفرج لكن مش لاقي حل. شقيقي البلخي اتجه إلى صاحبه وهو في الطريق، افتكر كلام شيخه وهو بيقول: من كانت له حاجة إلى الخلق فليبدأ بالله، فليتوضأ ثم يصلي ركعتين ويسأل الله حاجته، فإن الله يسخر قلب من شاء من عباده. شفت التربية الربانية للعباد الربانيين بتبقى عاملة ازاي؟ هنا ربنا أيقظ عند شقيقه وهو ماشي في الطريق إنه لازم يبدأ بربنا، فشاف المسجد فدخل فتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له حاجته. وهو بيصلي في التشهد غلبته عيناه، يعني نعس ونام، شاف رؤية إن ربنا سبحانه وتعالى بيناديه، أو حد من قبل الله بيناديه وبيقول له: يا شقيق، أتدل الخلق على الله ثم تنساه؟ يعني أنت رايح تقول للناس ربنا وجمال ربنا وابدأوا بالله، وبعدين تنسى إنك لما تيجي تسأل: إذا سألت فاسأل الله. ألف انتبه. هنا ربنا سبحانه وتعالى ما سابش العبد الرباني يبعد عنه، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد الرباني: أنا معاك. هنا بيقول له: حتى لو نسيتنا إحنا عارفين إن قلبك متعلق بينا. شقيق وطلع من المسجد قال: لأ، أنا مش رايح لحد، ربنا سبحانه وتعالى سيسخر لي الأمر وهيسر لي الأمر، أنا سألت ربنا وربنا هو قادر على تيسير هذا الأمر. أول ما شقيق روح بيته لقى صاحبه اللي كان رايح له متجه إن هو يقصده من غير ما يسأل ربنا سبحانه وتعالى، لقاه واقف قدام البيت ومستنيه بالخير اللي هو كان رايح يسأله وأكتر منه كمان. هنا ده بيعلمنا إنك كعبد رباني أو عايز تمشي في طريق العباد الربانيين، دايما خلي ربنا على بالك، دايما خلي ربنا في خطرك، ابدأ بالله في كل حاجة، ابدأ بالله في الصغيرة وفي الكبيرة. وأكيد كتير من اللي بيسمعني قال: يا رب، في موقف من المواقف وربنا سخر له حد، ربنا يسر له الأمور، ربنا فتح له الأبواب المغلقة، لكنه ابتدأ بالله. ابتدائك بالله في موقف من المواقف بيدوقك طعم إن أنت تبقى عبد رباني. يا سلام لو كانت حياتك كلها عبودية ربانية، عايش حياتك كلها مبتدئ في كل حركة وكل سكون، كل نفس في حياتك مبتدئ فيه بالله سبحانه وتعالى. كلام غريب شوية ان احنا كل حاجة في حياتنا نبدأها بالله، بس هي دي علامة العبودية لله سبحانه وتعالى، إن ربنا يكون معك في كل حاجة. طب في حد تاني يقول لك: طب ما كل حاجة محسوبة، 1+1=2، أنا بروح المدرسة أو بروح الجامعة، بحضر محاضراتي، ببيض المحاضرات وبقعد أذاكر، أروح الامتحان أنجح وأجيب درجات كويسة، يبقى أنا بقى إيه اللي دخل ربنا في كل حاجة في حياتي كده؟ أقول لك: طب ما تيجي نشوف كم واحد كان تعبان وراح للدكتور واتكتب له دواء بس الدواء ما جابش نتيجة،
بس لما قال يا رب الموضوع فرق معاه شوية. لما قال يا رب حس إن في حد في إيده قدرة غير عادية. لما قال يا رب وابتدأ بربنا، ربنا شفاه. هكذا ممكن تجتهد وممكن تعمل كل اللي انت عايزه، ولكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. عارفين الإسكندر الأكبر؟ لا، مش الإسكندر الأكبر، ذو القرنين اللي ذكر في القرآن، اللي بتقال عنه في الروايات إنه هو الإسكندر الأكبر أو شخصية تانية الله أعلم بيها، لكن المهم إن القرآن ذكره باسم ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن عبد رباني، ربنا سخر له الأسباب في كل حاجة في الكون، الكون كله كان بيطيعه. وبعدين ربنا بيتكلم عنه بقى لما لقي القوم بيقولوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أول حاجة قالها لهم إيه؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير. هو شاف ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ بالله، ابتدأ إنه مهما كانت هذه الأسباب فإنه لن يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. بيبدأ بربنا وبعدين يدعوهم إلى العمل والأخذ بالأسباب. علشان كده يجي العبد الرباني ابن عطاء الله السكندري ويقول لك من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. العبد الرباني دايما يعترف لله سبحانه وتعالى حتى لو ربنا سخر له كل حاجة. سيدنا نوح ربنا أمره بأنه هو يصنع السفينة، ولما أمره بأنه هو يصنع السفينة قال له كمان أنه سيأتي الطوفان يعني هيهلك كل من في الأرض، يعني كده كده سيدنا نوح ناجي وكل اللي آمنوا معه سينجون بإذن الله. لكن سيدنا نوح أول حاجة عملها معاهم قال اركبوا فيها بسم الله، يعني ابدأوا بربنا، بسم الله مجريها ومرساها. يعني أول حاجة سيدنا نوح ركز عليها إن هذه السفينة ستجري بسم الله، هتبدأ بسم الله وستنتهي أيضا بسم الله. هنا سيدنا نوح مركز قوي على حتة الربانية، إنك تبدأ بالله سبحانه وتعالى برغم إن ربنا مسخر له كل حاجة، سفينة ومية هتيجي طوفان الناس هتغرق وإحنا راكبين في السفينة فهننجو، لكن لازم يفضل مؤدبا مع الله سبحانه وتعالى، يبتدئ بالله برغم وجود كل الأسباب، لأنه إذا تعطلت الأسباب فلن يكون ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. السيدة مريم عليها السلام لما جاءها وفاجأها الملاك جبريل عليه السلام وتمثل لها بشرا سويا، السيدة مريم قالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. أول حاجة لجأت لها مين؟ لجأت لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام أول حد لجأ ليه لما النسوة كادوا لسيدنا يوسف راح لربنا على طول وقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما قالش أنا هبقى شاطر ولا أنا هخلص منهم ولا أنا هتكل على نفسي، لا أبدا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا يوسف عليه السلام التجأ لربنا في المحنة وكمان التجأ لربنا في المنحة. لما سجد له إخوته وجاءوا وكان عزيزا على مصر سيدنا يوسف قال له ربي، بص ربنا على طول، قال له ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. العباد الربانيين دايما بيبدأوا بربنا، خاصة بقى تحس ببدايتك بربنا سبحانه وتعالى وانت في أشد المحن، ساعتها هتحس ان انت عبد رباني، وساعتها هتحس ان ربنا واقف جنبك، ساعتها هتحس قد ايه كلمة يا رب، كلمة يا الله بتعمل معجزات وبتغير كتير في حياتك. العباد الربانيين ما بيعملوش معجزات أبدا، هم شايفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل على وجه الحقيقة، هو الذي يحرك الأكوان، وأنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. دايما خلي في كل حاجة في حياتك إنك تقول يا رب، عايز تنام، عايز تتحرك، عايز تاكل، عايز تشرب، قول يا رب، الجأ له بقلبك، الجأ له بلسانك لحد لما قلبك يتعود
في الحاجات الصغيرة هتنقلك للحاجات الكبيرة. هي دي ببساطة حياة العباد الربانيين. الفرق بين العبد الرباني والعبد غير الرباني إن العبد الرباني مرتبط قوي بربنا، ده عنده أسباب وده عنده أسباب، هما الاتنين عندهم نفس الأسباب، لكن واحد بيشوف ربنا سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وبيرتبط بيه، بيبقى فيه علاقة وثيقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. وفي عبد تاني لا، ما بيشوفش كده، هو شايف إنه بالأسباب الدنيا هتمشي والموضوع كله ديناميكي وأنا هعمل اللي عليا وفي الآخر هاخد بالأسباب، وبرضه ممكن الدنيا تبقى ماشية مفيش مشكلة. القانون بيقول إن الأسباب هتدي المعطيات، لكن في النهاية لما تتعطل الأسباب العبد الرباني هيفضل متعلق بربنا سبحانه وتعالى، وربنا قدرته مش واقفة على الأسباب، ربنا قدرته تفوق الأسباب وتفوق المسببات، ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يفعل كل شيء. فالعبد الرباني لما بيبقى مرتبط بربنا ما بيبقاش مقلق قوي لو الأسباب اتعطلت هيعمل إيه، لأن هو بيبدأ في كل حاجة بالله، وربنا بقدرته بيسخر له الأسباب وبيسخر له كل شيء، والدنيا بتبقى ماشية معاه كويس قوي. حتى في الحسنات والسيئات تلقى العبد الرباني ما بيبصش للحسنات والسيئات، ده بالعكس بيقول أنا لو نظرت إلى الحسنة فهذه سيئة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو بصيت لأن أنا اللي بعمل الحسنة تبقى سيئة، لأنه شاف نفسه، ولو بص على السيئة أنها عظيمة وأنها ستدخله النار أصبحت السيئة سيئة مركبة. ليه؟ لأنه بص للسيئة على إن هي حاجة عظيمة عظمت على الله سبحانه وتعالى. هديك مثال تاني يوضح لنا كويس أوي الفرق بين العبد الرباني والعبد غير الرباني في مسألة الابتداء بالله سبحانه وتعالى. لو عبد عمل ذنب أو معصية، العبد الرباني أول حاجة بيعملها بيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وبيذكر الله، لأنه عارف أنه لن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الناس دول بيتجهوا لربنا فورا لأنهم عارفين أن أي سيئة لن تعظم على الله سبحانه وتعالى. لكن العبد التاني اللي هو مش عبد رباني مش متعلق بربنا ممكن يبقى شايف قوي أن السيئة دي سبب في هلاكه فيقف عند السيئة، وقوفوا عند السيئة ممكن يكون سيئة أكبر من السيئة اللي هو ارتكبها. علشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول من علامات خذلان العبد التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن تعلق بغير الله كان كالمستظل، يعني واحد استظل في الشمس أو في البرد كالمستظل من الحر أو البرد ببيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. علقوا قلوبكم بربنا، ابدأوا حياتكم وابدأوا كل حاجة بالله، تكونون عبادا ربانيين.